بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، ونحن نطوف مع القرآن الكريم ونعيش في رياضه، متلمسين إعجازه، محاولين فهم أسرار تراكيبه ودقة ألفاظه. فأهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. نتناول اليوم قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هاتان الآيتان لو أردنا أن نتوقف عند أسرار تراكيبهما وأسرار اختيار دقة الألفاظ فيهما، ماذا سنتوقف؟ أول ما يطالعنا هو الفعل قضى. هذا الفعل قضى ربك، القضاء يكون في الأمر المقدر ويكون بمعنى أمره، ونحن نعلم هنا أن هذا الأمر الذي يأمرنا الله به قد يقع وقد لا يقع، فإذا هذا القضاء في هذه الآية ليس بمعنى قدر من التقدير من القضاء والقدر، وإنما من الأمر. لكن العدول عن قوله أمر ربك ألا تعبد إلا إياه إلى قضى ربك فيها دلالة، هذه الدلالة على أن ذلك الأمر يشبه القضاء، أي أن ذلك الأمر الخارج عنه كأنه خارج عن مقضيات الله تعالى، فإذا فيه نوع من الإحالة، كأن الذي يشرك بالله تعالى ويعق الوالدين كأنه قد خرج عن الأمور المقدرة التي هي الأمور الطبيعية في الحياة. وقضى بصيغة الفعل الماضي، أي أن هذا الأمر قد تحقق وثبت، وليس مثل الفعل المضارع أنه يقضي يمكن، لا، هذا الأمر قد تحقق وثبت لأنه يدل على زمن قد مضى وانقضى. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. لو جئنا إلى أن في قوله أن لا تعبدوا، أن هنا إما أن تكون ناصبة مصدرية والفعل المضارع تعبد منصوب، وإما أن تكون أن تفسيرية. لماذا؟ لأن الفعل قضى بمعنى أمر فيه معنى القول لكن ليس فيه حروف القول، فيأتي التفسير بعده، وهذه أن التفسير مثل وناديناه أن يا إبراهيم اكتب أن افعل كذا وكذا، فمعنى ذلك أن هذه الأن إما مصدرية وإما تفسيرية. فمعناه ماذا أمر ربكم وقضى ربك أن لا تعبدوا، إذن فيه نوع من التشويق، كأنه عندما نسمع وقضى ربك نقول ماذا أمر الله، ماذا أراد الله، يحدث نوع من التشويق، ثم يأتي التفسير ليقول أن لا تعبدوا إلا إياه. طبعا أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن بين أمرين: عبادة الله تعالى وهو الموجد الحقيقي، وطاعة الوالدين وهما الموجدان في الظاهر. فإذا عندنا موجد حقيقي وموجد غير حقيقي، هذا هو سر القرن بينهما، ولبيان أن طاعة الوالدين من الأهمية بمكان بحيث قرنت بطاعة الله تعالى وعبادته وحده. أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا الأسلوب هو أسلوب القصر، وأسلوب القصر يفيد التوكيد، وهو قصر الصفة على الموصوف بمعنى قصر العبادة على الله تعالى. أن لا تعبدوا إلا إياه، قصر العبادة على الله تعالى لأنه هو المستحق للعبادة، وهذا القصر قصر حقيقي ليس قصرا إضافيا، وهذا القصر قصر إفراد، المخاطب يعتقد بالشركة
فماذا يناسبه؟ يناسبه قصر الإفراد، أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا التركيب لو أردنا أن نرجعه إلى أصله من دون النفي وإلا لكان معناه أعبد الله، كأنه قال قضى ربك، بماذا قضى؟ أعبد الله. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. من الذي دلنا على هذا الفعل المحذوف؟ نصب المصدر إحسانا على أنه مفعول مطلق، لأنه نحن نعلم في العربية أنه عندما ينتصب المصدر لابد له من ناصب، فالذي دلنا على هذا الناصب الفعل هو إحسانا، وحذفه في الكلام، قال وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كأنه نتساءل هنا لماذا إحسانا؟ لأنهما الوالدان. إذن التصريح بالوالدين بذكر اسم التوليد، لأن الوالدين من ولد يلد، عملية الإيلاد والولود. إذن معنى ذلك ماذا؟ لماذا نحسن الوالدين؟ لأنهما الوالدان. فكأنه أشار إلى علة الإحسان، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك، الآن كأنه يتساءل الإنسان، يقول أنا أعبد الله وحده وبالوالدين إحسانا، كيف أحسن للوالدين؟ علمني كيف أحسن. فجاء البيان وجاء التفسير ليقول إما يبلغن، إذن هذه صورة من صور الإحسان، لكنه ذكرها لأنها شاقة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طبعا نلحظ هنا مجيء التوكيد مقروناً بإن الشرطية، لأن الفعل المضارع لا يؤكد بنون التوكيد الثقيلة إذا كان مسبوقاً بالشرط إلا إذا أكد بما الزائدة. فقال إما يبلغن عندك الكبر. عندك هذا الظرف، لماذا قال إما يبلغن عندك الكبر؟ لأنه قد يبلغ الأبوان أو أحدهما الكبر في مكان بعيد، لكن متى يكون الإحسان إحساناً؟ إذا بلغا الكبر في بيتك، إذا كانا في كنفك. قد يبلغ الوالدان الكبر في دار العجزة، قد يبلغ الوالدان الكبر في بيتهما الخاص، فهذه ليست فزيارتهما ليست إحساناً. الإحسان في هذه الحالة عندما يكونان عندك، ولهذا ذكر الظرف إما يبلغن عندك. عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طبعا نلحظ هنا أنه ذكر بلوغ الكبر أحدهما أو كلاهما، لم يقل إما يبلغان عندك الكبر، يذكر الفاعل مثنى متصلا بالفعل يبلغ، إما يبلغان عندك الكبر، وإنما ذكر أحدهما أو كلاهما، لأنه قد لا يبلغ الكبر الاثنين معا، قد يكون أحدهما كبيرا والآخر أصغر، فلا يحتاج إلى تلك الرعاية، وهو ربما يدبر أمور نفسه. وأيضا فيه إشارة إلى أن الولد قد يكون له حب وميل قلبي إلى أحد الوالدين، فقال له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي لا يكون مراعاتك والإحسان إليهما لأنك تميل إلى أحدهما أكثر من الآخر، لا، لابد أن يكون على السواء. ولهذا ذكر الفاعل فيما بعد مرة وعدده، مرة ذكره أحدهما ومرة قال كلاهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، ونحن نعلم أن الإنسان عندما يكون كبيراً يتصرف تصرفات ربما تزعج الإنسان الشاب، يجد فيها عدم تفسير، يجد فيها ضعفا، يجد فيها إلى ربما نوعا من التخريف. فقال فلا تقل لهما أف. الآن نأتي إلى هذا الفعل الذي اختاره الله تعالى لكي يعبر عن عدم العقوق، فإن لم تكن عاقا فأنت محسن. أف، نحن نعلم في العربية أن هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أي لا تقل لهما أف. لماذا لم يقل فلا تقل لهما أتضجر؟
إذن أولاً انتقل من الإيذاء الجسدي إلى الإيذاء اللساني، ومن الإيذاء اللساني لم يستعمل الفعل أتضجر طويل، وإنما استعمل الفعل القليل بحروفه، أي حتى لو كان الإيذاء بأقل الكلمات بأبسط التعابير وهي كلمة أف. طبعاً لا يعني هذا أنه إذا لم تقل لهما أف يجوز أن تقول لهما كلمة أكبر، لا، من المعلوم بطريق ما نسميه بطريق فحوى الخطاب أو بطريق دلالة النص أنه إذا ذكر الأقل فمن المعلوم أن الأصعب والأكثر منهي عنه من باب أولى. فإذا كنت منهيا عن القول بأف فأنت منهي عن القول بما هو أصعب من ذلك من باب الأولى. فإذا ليس المراد خصوص لفظ أف، وإنما أتي بها للدلالة على أنها لو كانت صغيرة لا ينبغي صدورها من الولد إزاء الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما إذن مقابل الأف ومقابل النهر ما هو الأمر الآخر؟ إذا كان ذلك نهي فهذا أمر، ونحن نعلم في البلاغة أنه عندما يأتي نهي ثم أمر يدل على الاهتمام بهذا الشيء وهو شيء واحد وهو الوالدين. وقل لهما قولا كريما، أي يصدر منك إزاءهما باللسان أن القول الكريم القول الذي يدل على كرمك الأخلاقي وعلى سعة صبرك وعلى تحملك وعدم ضجرك منهما ولو طلب أشياء منك قد تبدو غريبة أو مستغربة. ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه صورة بديعة جميلة ترسمها الاستعارة المكنية. هل للإنسان جناح؟ لا، الجناح إنما هو للطيور. وهل للذل جناح؟ الذل ليس له جناح، لأن الذل هو التواضع. إذن ماذا فعل؟ شبه الذل بطائر، كأن التواضع صار كطائر، ثم حذف المشبه به وهو الطائر وأبقى شيء من خواصه ولوازمه الذي هو الجناح، وثم رشح هذه الاستعارة بقوله واخفض، أي أن تكون حانياً على الوالدين كما تحنو هذه الطير على أفراخها. لماذا يذكرك بهذه الصورة المولى تعالى؟ لأنهما لما ربياك صغيرا قد كانوا مثل ذلك الطائر الذي يحنو بجناحيه على في أفراخه الصغار، فأنت الآن قد وصلت إلى عمر وهم قد عادوا من نتيجة الكبر قد عادوا إلى مرحلة الصغر والطفولة في مرحلة الهرم، فينبغي عليك أن تخفض. إذن انظروا إلى الصورة والتشبيه، أي أن يكون التواضع تواضع مع عطف مع رقة مع لين، بحيث يحتضن الطير صغاره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي أن يكون هذا التواضع وهذا التذلل للوالدين ليس ناشئا من الخوف ولا من الطمع في الإرث ولا من المداهنة ولا من الرياء، وإنما يكون ناشئ من الرحمة، يكون من الرحمة التي جبل الإنسان عليها وفطر عليها. واخفض لهما جناح الذل، هذا الذل ناشئ من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما. طبعا انظروا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ذكر هنا الرب وقل ربي وارحمهما، وذكر كما ربياني، فعرفنا بقرينة ربي ارحمهما أي كما ربياني ورحماني صغيرة. وذكر الحال صغيرة لكي يذكر الإنسان بأنك لما كنت صغيرا قد ربياك ورحماك، فالآن واجبك أن تدعو لهما من الرب بالرحمة الذي يربي كل شيء. إذن هاتان الآيتان وضحتا صورة من صور الإحسان للوالدين وكيفية التعامل معهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رمضان مبارك.